أنا اللي كيحسفني هي ديك السيدة اللي مجوج بها اللي معمره. ها انتوما كتشوفوا الدار ما كايناش هذيك سوادي زول المراه ديالو اللي عمره 37 عام شتو شهيدا ولحد الساعه باقي ما لقيناش الحته ديالو. ومن نهار الخميس في الليل اختفى، عصابه جات خطفوا من قدام الباب وما عرفناش فين داوه، ما عرفناش اش وقع ليه. وداك الشيء حدث الاجراءات ديال ولايه الشرطه بالامن بالدار البيضاء هي اللي خدمات الخدمه ديالها مشكوره على كل شيء، وكل شيء العناصر ديالها اللي كانوا واقفين من نهار الجمعه حتى لحد الساعه هذه تقريبا اسبوع ليلة نهار. وولدي توفى الله يرحمه، وكان من الاسباب اللي توفى ان واحد السيد معروف بهذا الشيء ديال الاختفاء وداك الشيء كان طرا ليه واحد المشكل معاه شافي هذه شهر ولا اكثر تخاص الدار معاه، وهذاك السيد حتى فيه باش ينتقم منه وصيفط ليه شي وحدين باش ينتقم منه. وانا ما سمعت الخبر حتى باللي تختفى هو الخميس في الليل، وانا ما سمعت الخبر حتى السبت الجمعه يا ربي في الليل. السبت جيت اول طياره جيت كنجري جيت هنايا. انا اللي كيحسفني هي ديك السيده اللي مجوج بها اللي معمره من نهار باش قبل ما ندخلوا للسيده باش عرفتوا بلي انه في النواه ولكن ما لقاوش الجوج تما، باقي ما لقاوش الجوج. جوج هو وياها من شهر 8 2023، كانت علاقة سيئة بيناتهم باسكو كانوا موعدين على الطلاق لأنه ما نجحتش العلاقة ديالهم الزوجية. وأنا كنقول من هذا المنبر سي نورمال، ماشي أي علاقة في العالم، كاين احتمال كبير على أنهم ما يتفاهموش، كاين احتمال كبير عاوتاني على أنهم يتفاهموا. هذه سنة الحياة، هذه هي الحياة أون فيغيت. أوكي مايمكنش تحكم أنت على واحد لابيرسون ولا تقول مثلا ولدي ما تفاهمش مع هذيك البنت ولا كانت علاقته سيئه معها حلات حيت هي سيئه، دونك نو انت ما غاديش تعرف عموش شنو اللي واقع فريمون بيناتهم، حيت هما لا يكونوا عايشين ديك العلاقه الزوجيه عارفين المشاكل ديالهم بوحديتهم، ما غاديش يجي يقول لك شي حوايج وتا هي ما تمشيش تقول لهم شي حوايج. انا لما لاحظت على ان الاتهامات مجالرين لواحد الدرجه بزاف بحال راه هي السبب في الاختطاف وفي داكشي مي نو فهمتوا. هذيك السيده إلا دوات على ولدي وموات دوي عليها المرحوم الله يرحمه، لأن دابا كنسمع بأن سماتو إيرور، هي عندها بحال الضحك وحنا يا رحنا اللي مقصحين وحنا اللي ما في سمعتي هاد الشيء إيرور. إيرور زعما مستحيل تقولها، مستحيل أنا فهمتو على حسب على ما تنعرف مستحيل تقولها، تتبغي راجلها وتوخا كما ما تكونش تتبغي ما غاديش تقول هذه الكلمه، سواء هي سواء اي واحد صفحت رودان حتى الصوت ما غاديش يقول هذا الشيء اللي حاسين باسمو. هي راه ما حاسه بوالو، وان كنقول لكم بان الناس كلهم لا الجيران ولا الناس اللي بعاد ولا اللي قراب كيعرفوا السمعه ديالو. تخطف من قدام الدار نهار الخميس اللي فات نهار 8 في الشهر على الساعه تقريبا على الساعه قبل 12 الليل، ما قبل 12 الليل ليلة الخميس والجمعة بالتحديد، وتخطف من هنايا والسيارة ديالو اللي كان كاريها بقات قدام الباب، والسوارت ديالو لقاوهم الكارديان لقاهم في الأرض عامرين بالدم، وكاين المشاهد ديال الكاميرا وكاين كل شيء اللي دخلت الاعتداءات اللي تعرضت لها. وهذوك الناس أنا غادي نتابعهم قانونيا هاد الجناية اللي قاموا بها علاقة طيبة، ما كانش اللي كيقول فيه شي حاجة خيبة، وكان من الناس المتواضعين والناس اللي كيعاونوا الناس الضعفاء والفقراء، وكانت الفلوس المشكل ديالو هو أن فلوسه ماشي ديالو. وكاين شي ناس كيقولوا شي كلام الله ربي سبحانه ويسامحهم، راه ما كان عنده لا دخل لا في المخدرات ولا في السرقة ولا في أي حاجة، وما عنده حتى شي سوابق. أنا كنتبت لكم ما عنده حتى شي سوابق قضائية، وتقدروا تبحثوا في هذا الشيء. كان وقع عليه واحد المشكل اسمه، ولكن بعد التحقيق واسمه خذ البراءة ديالو، وكان من الناس اللي اسمه فيما مشى كيسمو فيما مشى معروف رضا، معروف بالسخاء ديالو وبالضيافة ديالو والاستقبال ديالو والحسن اسمه. كنشوف انا الاصدقاء ديالو اللي جاو كيواسيونا شحال ديال الاصدقاء، ولكن غنقول لكم واحد الحاجة، ها انتم كتشوفوا الدار
ما كايناش هذيك سوا دي زول المراه ديالو، لان علاش ما ساكناش معاه، ساكنه بوحدها في الزنقه الاخرى، ساكنه بوحدها. باش نقول لكم راه ما عمرها سكنت معاه. ما كايناش دونك غريبه هذه العباد انها ما تكونش في الجنازه، ولكن ما عارفينش شنو واقع بيهايند السين. ولكن كيفاش وحده غادي تكون في الجنازه، في الجنازه ديال الزوج ديالها، وهي كتشوف فيديوهات وتصريحات ديال عائله الزوج ديالها تيقولوا فيها هضره اللي ما خصهاش تقال نورمالمون. بنت مرت ولدي ماشي ديالو، ماشي هضره الدراري هادي والدريات. سوا ديزون انت ما عجبكش مثلا المراه ديال الزوج ديالك، هي عاجبه و يكون تيبغيها، الوحدين ملي يوصلوا للزواج تيكون واحد العلاقه الحب، واحد لي زيمونسيون تيتبادلوا بزاف الحوايج. النقطه الثانيه اللي بما ان هذا الشيء راي عام، راه اي واحد عنده الحق يولي تيدوي، حيت هذا الشيء هذا خارج الراي العام. هو براسو ما عارفش، واحد نشوفوا بعض الاراء ديال الناس علاش كيهضر ويفسر هو براسو ما عارفش الحقيقه ديال الموت ولده. كينكر ان ولده عنده اي علاقه بالمخدرات والمافيا، هو كان كيمتلك اغلى السيارات وكيقول عنده صالون جميل، وهما بغاو يلفقوه، هما بغاو يلصقوا التهمه لمراته اللي من حقها تبعهم قضائيا بتهمة التشهير وتلفيق التهم. بل ليا حافظ التوقيت والنهار والشهر والتفاصيل كلها، وبحال اللي ما بقاش قيه ولدو تكتبيه مزيان اختي، ولدك مات الله يرحمه، ولكن ما عندكش الحق تتهم فنانه مغربيه محترمه تيبغيوها كاع المغربيات مشاكلهم خليهم عندكم، راه بسبب هاد الهضره ديالكم وتتوقفوا في طريق زواج ولادكم تتكون النتيجه هكاك. راه شو ما تتهم البنت من اطيب خلق الله، تنقدروا ظروفك ولكن جمع فمك. شي اللي تيقولوا الناس، فين هو الحزن على فلذة الكبد، فين هي الدموع باص حضرتك كلها طعن في زوجة الابن. تخيلوا يكون باقي ما مات وتيشوف هذا الشيء، حيت اصلا باقي ما لقاوش الجثه ديالو. حاجة اخير الزمان، هالعائلة مشكوك فيها لا يعقل، باقي حتى ما دفنوا، باقي حتى ما دفنوا الراجل وما كيجبدوا غير مراته. شتي اللي كاين اصدقاء اراء ديال الناس وما هادو تشاوميغو، نتلاقاو في شي فيديو جديد، بسلامه.